كان يمدح. وأدرك كثير أن أدرك. البطش مدركه إن لم يسارع بإحكام التدابير، فقام يسعى لرأب الصدع ملتمسا إمهاله برهة من غير تأخير، وكان يلبس جردا فوق بدلته، سبحان من جمع الأزياء في التير. الله. وغاب عنهم قليلا ثم فاجأهم ممددين على بعض المنادير: ها قد ظفرتم، جاي يبشر فيهم، ها قد ظفرتم بما لم تظفروا أبدا بمثله أو ينله أي تفكير، فحل من الظأن لا يغري شهيتكم بمقدم العام، بل فحل من العير. صاحوا: أتسخر منا؟ قال قال مفتخرا: لا شيء يصعب عن عزمي وتأثيري. وكان ما كان حول النحر من قصص طريفة أخجلت كل الأساطير. مسكين ذاك الذي اجتاحوه، مسكين ذاك الذي اجتاحوه والتهموا بعيره بتواب غير منظور، قد كان يرعاه في عز ويعلفه بالفيتامين المقوي والعقاقير، حتى غدا مضرب الأبدان تتبعه كل المهاري إلى أقصى المشاوير، مكور لو بدت في السوق طلعته لفاق في السعر آلاف الدنانير. فيا لها نكبة حلت بصاحبهم محابها كل ذنب غير مغفور، ويا لها من كروش أنضجت جملا، ويا لها من كروش أنضجت جملا تكوم اللحم فيها بالقناطير، يحن أصحابها شوقا لكركرة تفحصوها بأطراف المناخير، وصوبوها لأشداق بداخلها تدور مطحنة في جوف تنور. الوصف هذا تدرته بوحوش والله، حتى اللي قيل فيه واحد منهم قال حتى كان مؤثر لكن التعبير، وقال هذا من سامحوك على خاطر هذا التصوير كيف تدور مطحنة في جوف، وصوبوها لأشداق، صوبوها لأشداق بداخلها تدور مطحنة في جوف تنور. طاحونة موجودة في جوف التنور، وصوبوها لأشداق بداخلها تدور مطحنة في جوف تنور، وتابعوا الغوص في الأحشاء بتاع الجمل، وتابعوا الغوص في الأعماق، واقتحموا أعلى وأسفل شيء في المخاصير، وبعد أن أوغلوا في النحش واصطدموا بالأضلع العاريات والمواسير، تدخلت قوة الأسنان ساحقة عظامه بضروس كالسواطير. الله الله الله، الوصف شوف التصوير، قال لي انت درتنا زي الوحوش. ولا وحوش، قال لي انت درتنا ولا اسود ولا وحوش، كاع مزيان هكا رانا احنا، انت وكان غير شفت يعني ما كناش. لكن انت يا دكتور الباين احسدتهم في الفيلم، هم ستة اشخاص يعني، ما هو فيه بيت، ولو دعوني اليهم توني مش ظهري لما بخلت بتفصيل. وبعد أن أوغلوا في النحش واصطدموا بالأضلع العاريات والمواسير، تدخلت قوة الأسنان ساحقة عظامه بضروس كالسواطير، وقام يلمز شعري بينهم نفر. انتوا عاد الحسين اللي بعد بتاع دفاع عن عميل الاتصال الخارجي، وشين يقول لك فيها وفسرها في العبارات وعلاش مقال هيك. وقام يلمز شعري بينهم نفر لما اقتحمت بقولي من محاذيري، خشيت راك في السياسة في المناطق الخطرة. بعدين ولو دعوني إليهم مثل ما وعدوا لما بخلت، ولو دعوني إليهم مثل ما وعدوا لما بخلت بتأويل وتفسيري، وكنت أرغب في التطبيع إن رغبوا، يعني مستعد معاهم، وكنت أرغب في التطبيع إن رغبوا، ولا أمثل فيهم دور شاميري لكنهم ولسوء الحظ قد نكثوا، فليسمعوني ولو أفتوا بتكفير. الله أكبر. جميلة جميلة دكتور. فعموما انت في دكتور البيت، خلنا نرجعوا له.